عبد الناصر، أنا ما دزيت لك المسج عشان تي إلا لأني هديت وتجاوزت الموضوع. لا صدق، يعني إذا أنت هديتي لازم أنا أهدى. ما نبي ننام إحنا زعلانين، عافية. أنت اللي زعلانة ومتضايقة ومطنقرة على موضوع سخيف. الموضوع مو سخيف. شفتي؟ شفتي إنك بس حكي ولا من الداخل الموضوع للحين بقلبك؟ لا ومصدقتها ومكذبتني أنا بعد. في فرق إني أنا أصدق الموضوع وفي فرق إنك تهمني وأتأثر عليك. شوف الموضوع بطريقة ثانية، لا تشوفه شك، شوفه حب. وإذا شفته حب راح تعذرني، لأن اللي يحب يتعور وايد. الطقة إذا تأثر بغيره مرة تأثر فيه ألف مرة. ما يسوى علينا هالحب. لا تستهين بمشاعري، ترى صعب علي إني أعترف فيها. المرة ما تكابر بمشاعرها قدام ريلها. لا مو مكابر، بس أنا ما تعودت أقول. أنت عرفتني إذا بسوي شيء ما حد يقدر يردني. بس أنت تخاف علي، أنا متأكدة. وش اللي خلاش تتأكدين؟ عيونك، عيونك تقول أني ما هون عليك. العشرة ما تهون إلا على النذل، وأنت تدرين أني أنا مو كذي. أدري. وموضوع اتصالك بالمحل ما راح أنسى لك إياه.